السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة نجمة عرفان و اف بي بي تي اللي درست كل مهني وانا الشغل. اليوم ان شاء الله غنخدمو واحد الكونترول ديال بيتو ارمي بخصوص لابوتر. التمرين هو على الشكل التالي، كما كتشاهدوا على الشاشة في هذا الامتحان هذا عطينا التكست وعطينا الشكل او لا لو في اون بلون. في النص عطينا لو بلونشي اون دال بلان اون بيتو ارمي، عطينا هنايا في الفيون بلون واحد البلونشي مصيبه بالبيتو ارمي دال بلان، يعني مصيبهش بالوردي ما فيهاش كورخ. السمك ديالها 6 سنتيمتر، هما عطينا نفس الشكل فيه جوج دوائر 16 مكتوبه الوسط. هاد العلامه كتدل على بان السمك ديال هذيك لا دال هو 16. سي بورتي بار دي بودر دو 6 متر دو بورتي. هزها لينا واحد البودر للطول ديالها 6 متر في غوبوزون سور دي فوال اون بيتون بونشي. عطينا كذلك سو بلونشي سي بورت لو بوا دو ريفيتمون. البلونشي هاز لينا الوزن ديال الغوفيتمون. الغوفيتمون بحال نقولو مني بنينا الدالة، مني لحنا الدالة درنا لها المرطوب اولا درنا الزليج ولا الرخام ولا شي حاجة، دونك هز داك الوزن ديال داك الزليجات ولا الوزن ديال داك المرطوب اللي ضربنا له. الوزن اللي هز لينا هو 50 ديك نيوتن بار متر مربع. كذلك عطينا لا شارج ديك ديكسبلواتاسيون كتساوي 250 ديك نيوتن بار متر مربع. لاش البوا ديال لوفيتمون هو لا شارج بيرمانون، حقاش ديما مثلا الا درنا الزليج راه غيبقى عندنا ديما، يعني ديما غيهز داك الثقل، ماشي بحال لا جا شي انسان مثلا شي مرة طلعت للسطح نشرت الحوايج ونزلات، دوك الثقل ديالها بقى غير داك المدة ديال انها نشرت الحوايج ونزلات. اون سو بروبوز دو فيغاي لون دي بوتر انترميديير. قالك غادي نفترضوا باللي حنا غادي نديرو الفراياج، عملية الفراياج لواحد البودر انترميديير. في الشكل هنا عاطينكم بودر وحدة انترميديير هي اللي جات في الوسط بسم بينها جوج ديال لي بودر، دونك هادي اللي غنديرو على الدراسة هنايا. عطينا كمعلومات لا سيكسيون دو لا بودر اي طون 20 في 50، بمعنى الا جيتي لهاد لا بودر هادي وقسمتيها من الوسط وشفتي هاد الجهة اش غيبان لك؟ غيبان لك بلي البودر دايره على هاد الشكل هذا. هنايا الديمونسيون ديالها 20 وهنايا 50. بيان سور هاد لا بودر هادي راه الطول ديالها 6 متر ولا طولناها فهاد الناحيه هادي. عطينا كذلك لا كاركتيرستيك دي ماتيريو. عطينا البيتون اف سي 28 كتساوي 25 ميجا باسكال. عطينا لاسي لونجيتودينال اف او كتساوي 400 ميجا باسكال. لونغوباج ديال لاسي 5 سنتيمتر. عطينا كذلك معلومه مفيده جدا اللي هي الفسوراسيون. الفسوراسيون عطينا لنا بروجوديسيابل و سون ريبريز دو بيتوناج. هاد جوج المعلومات غادي نحتاجوهم ملي غنبغيو نديرو ليتود ديال الفليكسيون. عطينا كذلك لاسي ترانسفيرسال كيساوي مي اف او كتساوي 235. واخا هنا يعطاوك اف او كتساوي 400، حتى هادي راه اف او كتساوي 235. واخا عطيناك على الشكل هذا اف او او كبيره 235، هادي غتردو ليها البال مزيان، حقاش مني غادي نخدمو فليكسيون ديال البوتر غادي نخدمو ب 235 اللي هي لاسي ترانسفيرسال. اما مني غنكونو كنخدمو في الدياغرام على طاليميوس اولتيم و على طاليميوس دو سيرفيس غنخدمو بهاد اف او ديال 400 ميجا باسكال. بالنسبة للأسئلة، السؤال الأول كيقول لنا فيه ديتيرميني لي شارج ابليكي سور لا بوتر باغ متر لينيير على طاليميوس اولتيم اي على طاليميوس دو سيرفيس. بمعنى قال لك في هذا السؤال حدد ليا شنو هما لي شارج اللي مطبقين على هذاك لابوتر، بمعنى ان داك لابوتر شنو هزلين. اول حاجه غتكون هزلين الثقل ديال راسها هي نيت، دونك غادي نحسبوا البوان ديال البوتر. ثاني حاجه هزلين الثقل ديال الداله اللي فوق منها، يعني خاصنا نحسبوا الثقل ديال داك الداله، يعني نحسبوا البوان ديال الداله. وكيف ما قالوا لينا، قالوا لنا باللي الداله هز لينا واحد الغوفيتمون، يعني داك الثقل ديال الغوفيتمون راه هابط فوق الداله اللي الثقل ديالها هابط فوق البوتر، يعني خاصنا نحسبو عاوتاني حتى البوان ديال الغوفيتمون حتى هو باش ندخلوه في الحساب. عاد من بعد غنحسبو شارج ديكسبلواتاسيون، هادشي غنشوفوه من بعد. دوزو السؤال الثاني، قال لك حسب لو مومون فليشيسون ماكسيموم الي طاليميت اولتيم اي الي طاليميت دو سيرفيس اي لي فور ترونشون ماكسيمال الي طاليميت اولتيم. هادي ساهله، من بعد ما غنخرجو جي وكيو غادي نحسبو ان او وغنحسبو ان سير. طريقه ساهله، مني ولات عندنا جي وكيو
غادي نعوضو عير بالقوائم ان او كيفما عارفين هي 1.35 جي بلس 1.5 كي، وان صيغ هي جي بلس كي. من بعد غنطبقوا القاعده باش نخرجوا المومو في لي جيستيون لي فلوت كونشون، القواعد ديالهم معروفين، غنشوفهم في التصحيح دابا. السؤال الثالث ديتيرميني لا سيكسيون دي زارماتور لونجيتيدينال اون ترافي على تا ليميت اولتيم اي على تا ليميت دو سيرفيس، ساشون كو المومو على تا ليميت اولتيم كيساوي 143 كيلو نيوتن فوا المتر، المومو على تا ليميت دو سيرفيس كيساوي 102 كيلو نيوتن فوا المتر، لي فور ترونشون كيساوي 95 كيلو نيوتن. السؤال الرابع فيريفي لا كونترين تونجونسيال دو سي زايمو، كالكولي لي زيسباسمون وي فيت لا ريبارتيسيون دي زارماتور ترانسفيرسال. والسؤال الاخير غادي نرسمو فيه هذاك لابوتر، الحق غادي نرسمو غير النص ديال لابوتر لا دومي بورتي، فما يعطيكم ريبريزونتي لا دومي بورتي، فهذا كيعني بانكم خاصكم ترسموا غير النص ديال داك لابوتر، ما ترسموهاش كامل، وغادي تبينوا فيها لي زارماتور لونجيتيدينال ولي زارماتور ترانسفيرسال، وغادي تصايبوا لها حتى لا كوب ترانسفيرسال ديالها. نبدا على بركه الله في هذا التمرين. بالنسبه للتصحيح ديال السؤال الاول اللي هو لا ديتيرميناسيون دي شارج الي طاليميت اولتيم اي الي طاليميت دو سيرفيس، غادي نحسبوا كي وجي كما قلت لكم قبل، كي وجي هما لي شارج بيرمانون اي لي شارج ديكسبلواتاسيون. لي شارج بيرمانون هما دوك لي شارج اللي عندنا ديما فوق هذيك لابوتر اللي حنا دايرين على داك الدراسه، اللي داخله فيها الوزن ديال هاد لابوتر، الداله اللي فوق من لابوتر، والغوفيتمون اللي فوق من الداله. شارج ديكسبلواتاسيون عطانو لنا في التمرين كيساوي 250 ديكا نيوتن بار متر كار. ما علينا، اول حاجه باش نخرجوا السؤال الاولاني غادي نصايبوا الريكتانغل دو شارج. الريكتانغل دو شارج هو هذا هنايا اللي دايره لكم بالقلم. كيفاش كنصايبوا هاد ريكتانغل دو شارج؟ كنمشيو لداك الفيون بلون اللي عطينا، كنشوفوا داك لابوتر اللي حنا خدامين عليها هي البوتر انترميديير، نشوفوا لا ديستانس ما بينها وما بين البوتر اللي جات على اليمين والبوتر اللي جات على اليسار، وديما تردوا البال الكوتاسيون واش من لاكس لاكس او لا غير من الجنب ديال هاد لابوتر حتى لهاد الجنب ديال لابوتر. فهاد التمرين هذا عطينا الكوتاسيون من لاكس حتى لاكس، يعني من الوسط ديال هاد لابوتر انترميديير حتى الوسط ديال هاد لابوتر اللي جات على اليمين وهاد البوتر اللي جات على اليسار. اذا كنشوفوا لا ديستانس ما بين بوتر انترميديير وهذا او هاد البوتر هذا اللي جا على اليمين هو 3، غنقسموه على 2 غتعطينا هي 1.5. كذلك لا ديستانس ما بين البوتر انترميديير والبوتر اللي جا على اليسار هو 3، الا قسمنا المسافه على 2 غتعطيك هي حتى هي 1.5. داكشي اللي غادي نديرو في الشكل. ولا عندنا دابا الريكتانغل دو شارج هو هذا اللي في الوسط من بعد ما قسمنا. نمشيو دابا نشوفوا التصحيح، هذا هو الريكتانغل دو شارج. لا ديستانس من لاكس من الوسط ديال هاد البوتر حتى لهاد القنت هذا 1.5، 1.5، 150. حنا درنا ديستانس ديال البوتر بوحدها، والديستانس ما بين البوتر والبوتر الاخرى هي متر 40. الا جمعنا متر 40 ومتر 24 غتعطيني 3 متر. كذلك هنايا الا لاحظتوا الا قسمنا 3 على 2 و 3 على 2 غتعطيك 1.5 و 1.5، الا جمعتو 1.5 مع 1.5 غتعطيك هي 3 متر. دونك صحيحه عندنا هنايا. ثاني حاجه واللي هي مهمه بزاف خاصكم تعرفوها هو التحويل. حنا عطاونا في التمرين هذوك لي شارج بيرمانو كلهم ديكا نيوتن، كما تلاحظوا معايا هنايا الغوبيط معطاونا البوا ديالو 50 ديكا نيوتن، الشارج اكسبلواتاسيون 250 ديكا نيوتن. حنا من بعد غنحتاجو اننا نحولوا هاد ديكا نيوتن نحولوها للميغا نيوتن، لذلك ضروري تكونوا عاقلين على التحويل من ديكا نيوتن نيوتن، خاصك تضربو في 10، من ديكا نيوتن كيلو نيوتن كضربو في 10 اس ناقص 2، ومن ديكا نيوتن ميغا نيوتن كضربو في 10 اس ناقص 5. نمشيو دابا نديرو ديسون دو شارج. عندنا بالنسبه لي شارج بيرمانو اول شارج هازه لابوتر هي الوزن ديالها هي نيت، دونك البوتر مناش مصيبه، مصيبه من البيطون، والبوان فوليميك ديال البيطون هي 25000 نيوتن بار متر كوب. بما ان عندنا نيوتن بار متر كوب خاصنا نضربوها في 2 ديال لي ديمونسيون باش يبقى لينا المتر لينيير. علاش؟ حقاش باش كنكونو خدامين على بوطو ماشي بوتر، لا شارج اللي بوطو مثلا واقف على هذا الشكل هذا، لا شارج اللي مطبقاه مثلا على الارض كيكون على هذا الشكل هذا نقطه. دونك كنلقاو باللي ما كاينش هذا المتر لينيير، ديما كيخرج لينا الوحده فاش كنكونو نديرو ديسون دو شارج ديال بوطو كتخرج لينا الوحده مثلا 25000 نيوتن ولا 11200 نيوتن، ما كتكونش عندنا المتر لينيير. دابا في البوتر
لا شارج اللي نازله على البودر، مثلا الضاله محطوطه فوق البودر، لا شارج كيفاش كتكون؟ كتكون دايره على هذا الشكل هذا بحال هكا، غي بارتي غادا على الطول ديال داك البودر كامله، يعني حنا خدامين على طول، دونك غادي تكون عندنا النيوتن بار متر لينيير. الا كنا خدامين على سيرفاس بحال الحاله ديال الضاله، كتكون عندنا لي شارج موزع على واحد السيرفاس كامل، يعني في من غديروا ديسون دو شارج بالنسبه للضال كتلقاوها نيوتن بار متر مربع. نشوفوا دابا هاد لي دومونسيون 0.2 0.5 منين جينا عندنا 25000، غادي نضربوها في 0.5 وفي 0.2 اللي هما لي دومونسيون اللي عطاونا هنا في التمرين. ها هي لا سيكسيون دو لا بودر ايتون 20 في 50، هنا عطاوه لينا بالسنتيمتر، حنا حولناه هنا بالمتر، دونك 20 ولات 0.2 و50 ولات 0.5. البوان ديال الضاله حنا عطاونا في البوان ديال الضاله هنايا، البوان ديال الضاله كمعلومه لا ضال عطاوها لينا مصيبه بالبيتو ارمي، يعني غادي نستخدمو 25000 اللي هو البوان فوليميك ديال البيتو ارمي. غادي نضربها في جوج ديال لي ديمونسيون اللي هما 2.8 و 0.16. 0.16 هي داك 6 سنتيمتر اللي عطاونا ديال لي بيسور السمك ديال الضاله، و 2.8 هي 300 ناقص هاد 20 هادي ديال البودر، باش حنا غنحسبو غير الضاله بوحدها، يعني غنحسبو غير هاد المسافه من هنا حتى لهنايا وهاد المسافه من هنا حتى لهنايا، يعني الا شدينا 140 زدنا على 140 عطانا هي 280، ولكن هنايا لي دومونسيون كاينين بالسنتيمتر غنحولوها للمتر، 280 سنتيمتر هي 2.8 متر، وغادي نضربو 2.8 في 0.16 في 25000 غيعطينا هي 11200 نيوتن بار متر لينيير. بالنسبه للبوان ديال الغوفيتمون، بوان ديال الغوفيتمون عطينا كمعلومه هنا لو بوان دو غوفيتمون هو 50 ديكا نيوتن بار متر مربع، يعني باش نحولو هاد متر مربع تولي عندنا متر لينيير خاصنا نضربو غير في وحده واحده. ها هي 50 ديكا نيوتن بار متر مربع، غنضربوها في 10، هاد 10 ديالاش 10 حولنا من ديكا نيوتن نيوتن، لاحظتوا معايا؟ ها هي كتبتها لكم هنايا في 3 دومونسيون واحد، باش نحولو داك متر مربع نختازلو بمتر باش يبقى لينا عا متر لينيير وحده. 3 منين جينا هي الطول كامل من هنا حتى لهنا، حقاش الغوفيتمون المرطوب مثلا غنضربو للضاله كامله وحتى البودر، بقاش الضاله كاينه فوق من البودر، يعني حتى هاد المسافه هادي اللي داخله هنايا ديال البودر كلشي غادي نضربو ليه المرطوب من الفوق، دونك غنضربو في 3. الا درنا 3 في 10 في 50 عطاك 1500 نيوتن بار متر لينيا. من بعد غنجمعو هاد لي شارج بيرمانون كاملين، داكشي اللي خرج لينا في البوان ديال البودر غنزيدو عليه البوان ديال لادال غنزيدو عليه البوان ديال الغوفيتمون، طوطال غيعطينا 15200 نيوتن بار متر لينيا. المرحله الثانيه هي نحسبو شارج ديكسبلواطاسيون كو، كو كتساوي 250 اللي عطاوها لينا هما هنايا في التمرين. ها هي شارج ديكسبلواطاسيون دو 250 ديكا نيوتن بار متر مربع، يعني خصني حتى هي نضربو في دومونسيون واحد. انا نعطيكم واحد الملاحظه اللي لاحظتها انا انطلاقا من التمارين اللي كنت كنخدم، بالنسبه للشارج ديكسبلواطاسيون ديما كتكون شبيهه لهاد البوان دو غوفيتمون، دائما شنو اللي كيتبدل؟ كيتبدل داك المعطى اللي كيعطيو لك ديال البوا، بوان دو غوفيتمون مثلا هنا 50 وهنا عطاوك 250، بينما لي دومونسيون الاخرين كيكونوا بحال بحال بحالو بحال ديال البوان دو غوفيتمون، يعني درتي هنايا 10 في 3 حتى هنايا 10 في 3 ولا لقيتي شي تمرين اخر غادي تلقى نفس القضيه، ديما كيختلف غير البوان اللي عاطينك بالنسبه للغوفيتمون ولا بالنسبه لشارج ديكسبلواطاسيون. اما الاعداد اللي غضرب فيهم اللي هو السيرفاس يبقى هو هو، غنديرو 250 في 10 باش نحولو من ديكا نيوتن نيوتن في 3 اللي هو هاد الطول هذا، غيعطيك 7500 نيوتن بار متر لينيير. دابا غادي ندوزو نحسبو ان او و ان سا، ان او العلاقه ديالها هي 1.35 جي بلس 1.5 كي، جي ها هي حسبناها 15200، كي حسبناها هي 7500 نيوتن بار متر لينيير. اذا غنديرو 1.35 في 15200 زائد 1.5 في 7500 يعطيك التوتال هو 31770 نيوتن بار متر لينيير. الي طاليمي دو سيرفيس العلاقه كتقول لنا ان سيغ كتساوي جي بلس كي، يعني غنشدو هادشي اللي خرجنا في الجي غنجمعوه مع هادشي اللي خرجنا في كي، التوتال غيعطينا هو 22700. ندوزو دابا نشوفو السؤال الثاني، السؤال الثاني كيقول لنا كالكولي لي مومون فليشي سون ماكسيموم à l'état limite ultime et à l'état limite de service et l'effort tranchant maximum à l'état limite ultime.
العلاقات باش كنحسبو المومون فليشيسون و لي فور ترونشون هما كالتالي. المومون فليشيسون كنحسبوه بالعلاقه التاليه كيو ال او كاري سوغ 8، سواء كان مومون على ليطا ليميت اولتيم او لا مومون على ليطا ليميت دو سيرفيس. بحال بحال اللي كيتبدل في هذه الحاله هي كيو. الا كنا في المومون على ليطا ليميت اولتيم بغينا نحسبو المومون فليشيسون، هاد كيو هادي كناخدو داكشي اللي خرج لينا على ليطا ليميت اولتيم، حقاش هنا خرجت لينا 31770 نيوتن بار متر لينيير، و على ليطا ليميت دو سيرفيس خرجت لينا 22700. هذا هو الاختلاف اللي كاين. دونك على ليطا ليميت اولتيم غنستعملو هاد الخارج اللي خرج لينا هنا 31770 نيوتن بار متر لينيير. ها هي هي اللي حطينا هنايا، غنضربوها في ال. ال شنو هو؟ هو الطول ديال البوتر. الطول ديال البوتر هو 6، غنديرو 6 او كاري على 8. الا درتو هادشي بالاله الحاسبه غيعطيكم 142965 نيوتن فوا المتر، اللي الا حولناها لميجا نيوتن اش عطاك 0.142 تقريبا. بالنسبه لي فور ترونشون، لي فور ترونشون كنحسبو بهاد العلاقه هادي كيو ال سوغ 2. كيو هي 31770 الي طا ليميت اولتيم في الطول اللي هو 6 على 2 غيعطيك الخارج 95310 نيوتن. غنحولوها لميجا نيوتن غتعطينا 0.095، ضربنا هنايا في 10 ناقص 6 باش نحولو من نيوتن لميجا نيوتن. خصكم ضروري تعقلو على الوحدات. بالنسبة للمومون فليشيسون على ليطا ليميت دي سيرفيس غنستعملو نفس العلاقة اللي هي كيو ال او كاري سوغ 8. غير هنايا بالنسبة لهاد كيو هادي غادي نستعملو داكشي اللي خرج لينا اللي هي جي بلوس كيو 22700 نيوتن بار متر لينيير. دونك غنحطوها هنايا غنضربوها في ال او كاري. ال هو الطول ديال البوتر اللي عطاو لينا كيساوي 6، 6 او كاري على 8 غيخرج لينا هو 102150 نيوتن فوا المتر. الا حولناها لميجا نيوتن غيعطينا هو 0.102 تقريبا. التحويل كيف ما قلت لكم كنضربو في 10 ناقص 6 الا بغينا نحولو من نيوتن لميجا نيوتن. ندوزو السؤال الثالث. السؤال الثالث كيقول لنا اننا نحدو لا سيكسيون دارماتور لونجيتيدينال اون ترافي على ليطا ليميت اولتيم اي على ليطا ليميت دي سيرفيس. في هذه الحاله هذه على ليطا ليميت اولتيم كنستعملو الدياغرام. الدياغرام كيكون معطي لكم في الامتحانات وحتى في لي زيكزام دو فان دو فورماسيون لي زيكزام دو فان دو تود، ضروري كيكونوا عاطينكم هاد الدياغرام. الدياغرام كيكون على هذا الشكل. هذا هو الدياغرام ديال الفليكسيون سامبل على ليطا ليميت اولتيم. اول حاجه كنقومو بها كنحسبو المي او، كنديرو المومو على بي دي او كاري فوا اف بي او. ثم من بعد غنشرح لكم كل وحده اشنا هي الطريقه باش تحسب. المهم دابا نفهمو على الدياغرام. ملي كتخرج لنا هاد المي او هادي كنشوفها واش صغر من 0.186 ولا كبر. الا كانت صغر كندوزو كنخدمو في هاد لاكوتي هادي ديال لي زارماتور طوندو، كنكملو على هاد الاساس. الا خرجت لينا العكس يعني كبر غادي نخدمو في هاد الجهه هادي، يعني غيكون عندنا لي زارماتور كومبريمي. وكاين بعض الحالات كيف ما هاد التمرين هذا غادي نلقاوها باللي كبر، وغادي نحسبو مي او وغنحسبو واحد مي ال اللي العلاقات ديالها هي هادو اللي كاينين لتحت، وغنقارنو بيناتهم غنلقاها فعلا مي او صغر من مي ال. وغادي نرجعو عاوتاني باش نخدمو بهاد الدياغرام اللي على اليمين. دوزو دابا نشوفو هادشي في التطبيق. اول حاجه قلنا كنحسبو مي او، القاعده ديالها هي كنديرو المومو على ليطا ليميت اولتيم اللي عطاوه لينا في التمرين كيساوي 143 كيلو نيوتن فوا المتر. وعلى هاد الاساس انا بغيت نقول لكم تردوا البال مزيان، حقاش كيوقع واحد المشكل اللي هو تلامد فاش كيخرجوا هاد لي مومون فليشيسون ولي زيفور ترونشون ما كيرجعوش يقلبوا في التمرين يشوفوا السؤال اللي من بعده، حقاش عارفين دون راسهم باللي خاصهم يتبعوا على الدياغرام. ومع الامتحان وبنادم خايف من الوقت ما يكملش دغيا والدياغرام مازال طويل خاصك تبقى دير الكالكول، كيمشي كينسى كيخدم داك المومون فليشيسون اللي خرج ليه في السؤال الثاني، وهما عاطينو في السؤال الثالث ساشون كو المومون اولتيم كيساوي 143 كيلو نيوتن والمومون على ليطا ليميت دو سيرفيس كيساوي 102 ولي فور ترونشو كيساوي 95. كاين اللي كيدارك نفسه كيعرف بلي راه غلط وكيكون ضاع ليه بزاف الوقت وهو خدام بهاد المومون فليشيسون اللي خرج هو،
وكي اللي كي تا كيسالي الوقت وكي يكون عند بالو راه صافي راه عندو داكشي صحيح وناضي، في الاخر كيكتشف بلي راه عطانو في التمرين كتساوي 143، عطانو معطيات خاصو يخدم بها وما مرضش لها البال. دونك ديما ولاو تقراو التمرين هو الاول وتعرفوا واش كاين عدد دو خدامين فيه. غنديروا المومو اولتيم غنقسموه على بي، باش نايا هي ديك السيكسيون اللي عطينا في التمرين، ها هي عطينا سيكسيون دو لا بوتر ايطون 20 في 50، يعني هاد 20 هادي هي بي، هاد 50 هي اش، عقلوا عليها. بي هي 20 سنتيمتر، هنايا في هاد العلاقه كنخدموا بالمتر، دوك غادي نحولوها من سنتيمتر لمتر غتولي هي 0.2. هاد دي هادي هي لا هوتور ناقص لونغوباج، عطاونا لا هوتور او الارتفاع انايا عطاو لينا 50، لونغوباج ها هي اونغوباج دي زاسي كيساوي 5 سنتيمتر. اذا غنشدو هاد 50 غنقصو منها 5، 50 ناقص 5 هي 45، 45 سنتيمتر غنحولوها للمتر غتعطينا 0.45 اللي هي هادي اللي كتبت لكم هنايا. غير هما هنا عطيني لنا اوكاري، ردوا البال مع هاد اوكاري حتى هي كتلف الدراري بزاف، كاين اللي ما كيديرهاش وكيحسب هاد العلاقه وكتكون عنده غلط، وهاد مي اي مازال غادي تخدموا بها من بعد، يعني غديروا بها الفيريفيكاسيون 100% خاصها تكون عندكم صحيحه باش تكملوا الدياغرام صحيح. هاد 0.45 اوكاري حتى هي نعوضوا بها هنا. اف بي اي القاعده ديالها هي 0.35 في اف سي 28 على طيطا في غاما بي، 0.85 هي حطينا هنا، اف سي 28 عطينا في التمرين كتساوي 25، ها هي بيطون اف سي 28 25 ميجا باسكال، ميجا باسكال هو الميجا نيوتن على المتر مربع، ردوا البال مع هاد الوحده. تيتا، تيتا كتساوي 1، هادي عطيني لنا جدول كاين في الكور، هي هادي تيتا. بالمقابل ديالها كنشوفوا لا دوغي دابليكاسيون، الا كانوا عطينا في التمرين كاتبين لنا شي غومار كتقول لنا بلي لا دوغي محصوره ما بين ساعة و 24 ساعة، دونك الطيطة كتكون كتساوي 0.9. إلا كانوا عطينا شي غومار كتقول لنا بلي لا دوغي راها صغر من ساعة، كنديرو 0.85. إلا ما كانوش عطينا كنديرو الطيطة كتساوي 1 اللي هي كبر من 24 ساعة. هادي هي العلاقة ديال اف بي سي، هاهي كاينة في الكور. هاد الكور هذا بالنسبة للناس اللي ما تفرجوش في الفيديوهات اللي فاتوا راه تقدروا تلقاو هاد الكور هذا في الرابط اللي مخليه ليكم أسفل الفيديو. دونك تيتا هي كتساوي لنا 1، غاما بي هي واحد الكوفيسيون، غاما بي هو واحد الكوفيسيون اللي كيساوي 1.5. كاين كوفيسيون اخر سميتو غاما اس، هو الكوفيسيون دو سيكوريتي كيساوي لنا 1.15. هاد لي كوفيسيون بجوج غاما بي وغاما اس ما كيعطيوهمش لك في التمرين شحال كيساوي، يعني خاصك تكون انت عاقل عليهم وحافظهم. وهاد العلاقه حتى هي راه ما كيعطيوهاش لك، خاصك تكون حافظها، هادي هي راه ما كايناش في الدياغرام. دونك نتايا الدياغرام يعطيك هاد العلاقه هادي، خاصك تكون عارف هاد اف بي يو شحال كتساوي العلاقه ديالها، وتكون عارف هاد غاما بي شحال كتساوي، ردوا البال. دونك هاد 0.85 في 25 على 1 في 1.5 غيعطيك الخارج هو 14.6 ميغا نيوتن على المتر مربع. من بعد ملي خرجنا ام اي و بي و دي او كاري و اف بي يو شحال كتساوي، غادي نعوضوا كل حاجه بالقيمه ديالها في العلاقه. عندنا ام اي يعني لا مومون اليطاني ميت اولتيم كيساوي لنا 0.143، ها هي عطينا بي خرجناه هي 0.2 متر، ها هي دي خرجت لنا 0.45 اوكاري، ها هي و اف بي او هي 14.6 ميغا نيوتن بار متر مربع، ها هي دخلوها في الاله الحاسبه غاش عطاكم 0.249. بالنسبه لهنا عندنا واحد الغومارك على الوحدات، بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش شنو هي الوحده اللي غيخرجوا بها، عندنا المومو اليطاليميت اوبتيم هو الميغا نيوتن فوا المتر، عطينا هنايا بي بالمتر، دي بالمتر ملي درنا لا اوكاري ولات متر مربع، اف بي اي هي الميغا نيوتن على المتر مربع، دونك المتر مربع غيمشي مع المتر مربع غتبقى لينا هنايا ميغا نيوتن فوا المتر، والفوق الميغا نيوتن فوا المتر، ميغا نيوتن فوا المتر على ميغا نيوتن فوا المتر هي 1. دونك هاد مي او ما عندهاش الوحده سون اونيتي. ندوزو للدياغرام دابا نشوفو لي طاب لي موراها. من بعد ما خرجنا مي او خاصنا نشوفو واش صغار من 0.186 او لا كبر، الا كانت صغار غادي نخدمو هنايا، الا كانت كبر غنخدمو هنايا. عقلو على 0.186 خرجت لينا 0.249، اذا مي او كبر من 0.186، اذا غنخدمو على اليسر، غنخدمو في هاد لاكوتي هذا ديال النقط.
اول حاجه عندنا ابسلون بي 6 تساوي 3.5 في الالف. دابا غادي نشوفوا هاد مي او هادي اللي خرجت لينا واش صغر من مي ال. شنو هي مي ال؟ مي ال العلاقه باش تحسبوها هي هادي، ها هي كاينه لتحت، كنديروا 0.8 في الفا ال عامل لي 1 ناقص 0.4 في الفا ال. شنو هي الفا ال؟ الفا ال حتى هي غادي تحسبها انت، والعلاقه ديالها هي هادي اللي حداها، غديروا 3.5 مقسوم على 3.5 زائد 1000 ابسيلون ال. باش تحسب هاد الفا ال خاصك ابسيلون ال، ابسيلون ال العلاقه حتى هي باش تخرجها هي اف او على غاما اس فوا او اس. هاد او كبيره شنو هي؟ 2 × 10^5 ميجا باسكال. دونك انت غدير هاد لي كالكول هادو باش تخرج هاد ميو ال هادي وتقارنها مع ميو اي. نشوفوا دابا التصحيح. ها ميو اي خرجت لينا كبر من 0.186، ابسيلون بي سي هي 3.5 كتساوي 3.5. غنقارنوا ميو اي مع ميو ال، نحسبوا ميو ال العلاقه ديالها هي كالتالي، نديروا ابسيلون ال كتساوي اف او على غاما اس فوا 2 × 10^5 اللي هي ديك او كبيره. اف او عاطين لنا في التمرين هو 400، ها هي اف او كتساوي 400 اسي لونجيتيدينال. غاما اس قلت لكم تعقلوا عليها هي كوفيسيون دو سيكوريتي كيساوي 1.15، او هي 2 × 10^5 ها هي، دخلوها للحاسبه غتعطيكم 1.739 × 10^3. عندنا اف او بالميجا باسكال، وهاد 2 × 10^5 بالميجا باسكال، غتختازو الميجا باسكال مع الميجا باسكال غتقسم اونيتي، يعني هاد ابسيلون ال ما عندهاش الوحده. ملي خرجت لينا ابسيلون ال غنخرجوا الفا ال، العلاقه ديالي هي كالتالي 3.5 على 3.5 زائد 1000 ابسيلون ال اللي خرجناها قبل. غنعوضوا هاد ابسيلون ال بالقيمه ديالها اللي هي 1.733 × 10^3، غنديروها في الحاسبه غتعطينا الفا ال كتساوي 0.668. بالنسبه لغاما ال، غاما ال العلاقه ديالها هي 0.8 في الفا ال عامل لي 1 ناقص 0.4 في الفا ال. ها الفا ال خرجناها كتساوي 0.668، غنعوضوا بها في هذه العلاقه. ها هي 0.8 في 0.668 عامل لي 1 ناقص 0.4 في 0.668، يعطيك التوتال مني ديرو في الحاسبه 0.391 حتى هي بدون وحده. مني خرجت لنا ميو ال غادي نقارنوها مع ميو اي. ميو ال كتساوي 0.391 ها هي، وميو اي خرجت لنا قبيلات كتساوي 0.249. الا قارناهم بجوج غنلقاو بلي ميو اي صغر من ميو ال، وهذا الشيء كيعني بلي لا سيكسيون سوغا ارمي بار دي زارماتور طوندو، يعني ملي لقيناها فعلا صغر وي غادي نرجعو نخدمو في هاد لاكوتي على اليمين اللي خاصه بلي زارماتور طوندو. يعني دابا بلاصه ما نكملو هنايا غادي نخدمو على هاد العلاقات اللي كاينين هنا. غنحسبو اف اس او شحال، غنحسبو الفا او، غنحسبو زد شحال، غنحسبو اس، غنحسبو عاوتاني اس بهاد العلاقه هادي. غنحسبو دابا اف اس او. اف اس او هي الكونترينت دو كالكول، باش كتحسبها كدير اف او على غاما اس. غاما اس قلنا هي كوفيسيون سيكوريتي اللي كيساوي 1.15، اف او هما لي زارماتور لونجيتيدينال اللي عطانا في التمرين كيساوي 400. غتحسبها في الكالكولاتريس غتعطيك هي 347.82 ميجا باسكال. ندوزو من بعد العلاقه اللي موراها اللي هي الفا او اللي كتقول لنا بلي خاصنا ندير 1.25 عامل لي 1 ناقص جذر 1 ناقص 2 في مي او. مي او خرجناها ها هي كتساوي 0.249 ها هي 0.249. غنديروها في الكالكولاتريس غتخرج لنا الفا كتساوي 0.364. غادي ندوزو نحسبو العلاقه اللي تابعها اللي هي زد. العلاقه كتقول خاصنا نديرو دي عامل لي 1 ناقص 0.4 الفا او. دي حسبناها ديجا، قلنا دي هي اش ناقص لونغوباج، لا هوتور اللي عطينا اولا اش كيساوي 50، نقصنا منها لونغوباج اللي هو 5 تعطينا هي 45 سنتيمتر. غنحولوها للمتر هي 0.45 عامل لي 1 ناقص 0.4 في الفا او اللي خرجت لينا هي 0.364. ندخلو هادشي في الكالكولاتريس غيعطينا هو 0.38 تقريبا. ندوزو دابا نحسبو ا اس.
اللي هو السيكسيون داسي طوندو. كنحسبوا بعض العلاقه كنديروا المومو على طاليميت اورتيم مقسومه على هذيك الزاد اللي خرجت لنا قبيله. ها هي خرجت لنا 0.38 تقريبا في اف اس او. اف اس او حتى هي خرجنا قبيلات، ها هي كتساوي 347.82. دونك غادي نعوضوا كل حاجه بالقيمه ديالها. مومو على طاليميت اورتيم عطاو لنا في التمرين كيساوي 0.143، زاد خرجناها كتساوي 0.38، اف اس او خرجت لنا كتساوي 347.82. دخلوها في الحاسبه اش يعطيكم هي 1.08 × 10³ متر مربع، بمعنى الى حولتوها لسنتيمتر مربع تعطيكم هي 10.81 سنتيمتر مربع.